مشاهدينا الكرام، طيب الله اوقاتكم من هنا من شاطئ سيحوت، نحييكم اجمل وارق تحيه. نحن معكم في فرسان المهريه. كما هو معروف مشاهدينا الكرام بان محافظه المهره تتميز بالكثير من المعالم التاريخيه، وهذا يدل على عراقة أهل المهرة. الآن سنكون مع السؤال الثقافي، ومن هنا من شاطئ سيحوت، كونوا معنا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كل عام وأنتم بخير. أهلاً عليك إن شاء الله. ممكن تعرف اسمك؟ خالد محمد أحمد سعيد. خالد، أنت من أبناء سيحوت؟ عدن. من أبناء عدن. أيوه. طيب، عندنا سؤال ثقافي، إن شاء الله نجد الإجابة عندك بإذن الله تعالى. إن شاء الله بإذن الله. طبعا هو كما معروف محافظة المهرة تشتهر وتمتاز بالحصون والآثار. أين يقع حصن بن أربعين؟ في أي مديرية؟ احنا معروف أن محافظة المهرة تمتاز بكثير من الحصون، أين يقع حصن بن أربعين؟ في أي مديرية؟ بن أربعين؟ أيوه، في أي مديرية يقع هذا الحصن؟ أنا متأكد أنه في العيس. في العيس؟ في العيس، مديرية المسيل. في المسيل؟ ممكن، على ما أعتقد. للأسف، وشكرك على المحاولة. والله شوف، ما أناش مهريب. ما مرت عليك الـ لا لا الألوة. لا. شكرا. في حات. في حات. في حات؟ نعم. حد منكم عارف الإجابة يا شباب؟ هناك حصن يسمى بحصن 40، أين يقع؟ في أي مديرية هذا؟ إيش إيش؟ عيد السؤال مرة ثانية؟ أين يقع؟ في أي مديرية يقع حصن بن 40؟ أين يقع حصن بن 40؟ في أي مديرية؟ في حصوين. في وين؟ في حصوين. في حصوين. أيوه. في أي منطقة؟ في حصوين. إجابتك سليمة الآن. الإجابة سليمة في حصوين. أيوه. لكن في أي منطقة؟ أيوه. أي منطقة؟ أيوه. إجابتك سليمة. أي منطقة بس. يلا خليك معي. ايش اسامي في حصوين؟ لا لا، في حصوين. اسامي ايش؟ حصوين. في حصوين. الاجابه صح، الاجابه سليمه. بس في اي منطقه؟ ساعدنا، احنا بنساعدك. اين يقع؟ اسمه من؟ في منطقه صغر او في منطقه الغيضه؟ الغيضه. في صغر ام الغيضه الصغيره؟ الغيضه. في صغر ام في غيضه صغيره؟ صقر. في صغر. اذا مشاهدينا الكرام، وجدنا الاجابه هنا في شارع في سيحوت. الإجابة طبعاً كانت هي أين يقع، أو سؤال يقول أين يقع حصن بن 40، فالأخ أجاب. أخ من؟ فريد. فريد قال بأنه يقع في مديرية حصوين وفي منطقة صغر. المبروك، وهذه جائزة قدرها 40 ألف ريال. تحية يا جماعة، تحية.